السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بيكم في يوم جديد ويوم سعيد ويوم عيد. يوم عيد عشان أنا هحتفل معاكم النهاردة بدري بدري بعيد الأم. معايا النهاردة عارفين المقولة بتاعت الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وأنا الأم اللي معايا النهاردة أم لخمس أبطال، وهي كمان بقت بطلة في النهاية لأن هي ربت لنا خمس أبطال، وكمان هي الأبطال بتوعها شجعوها إنها كمان تبقى بطلة في المطبخ. أنا كنت متخيلة إن يعني بما إن هي في المطبخ فإزاي هتطلع أبطال إيه، أثقال ولا أبطال إيه؟ لا، طلعوا أبطال رياضيين عن حق، وهنتعرف مع بعض. معايا ومعاكم النهاردة أم الأبطال الشيف، ولا أقول الأم ولا أقول إيه؟ الاثنين، الشيف فاتن الأحمر، اهلا بيكي. أهلا طبعا بيكي. عيله الاحمر يعني غنيه عن التعريف، والزمالك، وتحيه بقى مننا كده للزمالك بصدر رحب، صح كده؟ احنا النهارده مصريين، الاعراق بتاعتنا كلها مصريه. احنا يعني الموضوع فرق والموضوع نسبه وتناسب مش اكتر، لكن في النهايه كلنا مصريين. اهلا بيكي في مطبخ لايف، اهلا بيكي، منوراني. سلام. يعني النهارده انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا مبسوطه جدا وسعيده جدا ان انا معايا استاذه فاتن والشيف فاتن وماما فاتن وتيتا فاتن، ولا توتو؟ توتو توتو. ودي بالمناسبه دي الصفحه بقى اللي انت ابتديتي تتعرفي عليها وابتديتي تنزلي الاكلات بتاعتك. طب اتفضلي معانا هنا انت بعد بعيد ليه؟ احنا عايزين يعني نعرفهم بينا. طيب حابه بقى اطرح حبيب مطبخ لايف؟ طبعا انا النهارده سعيده ان انا موجوده في مطبخ لايف مع شيف دينا. تسلمي. وان شاء الله نطلع حلقه كويسه باذن الله. احنا هنطلع منك اسرار وحاجات، انا يعني محمله بالاسئله من يعني من ساعه ما اعلنا عن الحلقه، محمله بكم اسئله، واهمها هتستغربي جدا التربيه، وازاي نطلع ابطال وان كلهم يبقوا يعني، او هل ده مثلا انت السبب فيه ولا هم اللي كان عندهم الحافز؟ وده هنعرفه، بس عايزين نقول المنيو بتاعنا الاول، ايه رايك؟ ان شاء الله. ماشي، اتفضل. يلا قولي لنا بقى هتعملي لنا ايه النهارده. النهارده انا هعمل برام رز معمر فيه لحمه. تمام. وهنعمل سلطه خضراء. سلطه خضراء. وهعمل حلو البايركس، حلو قوي النهارده، طبقات حلوه قوي وريحته تحفه جدا. ان شاء الله تابعوا معانا عشان تعرفوا، كمان رمضان جاي فدي حلويات وحاجات نقدر نعملها، والطاجن كمان نقدر نعمله سهل جدا في كمان في رمضان يعني. مش لازم البط يا جماعه والحمام والحاجات دي، ممكن حاجه بسيطه جدا، وخصوصا ان الجو هيبقى لطيف وظريف. يعني طبعا. يلا طب نبتدي بايه؟ بالطاجن الرز. نبدا بطاجن الرز. طيب لمقادير الطاجن الرز، وهتشاوري لنا كده بقى على الحاجه عشان انت اللي عارفه حاجتك. عايزين 2 كوب ارز مصري. أيوة. وعايزين كوبايتين حليب. طب هي تقول. حاضر، اتفضلي. يلا قول. النهارده انا هقدم طاجن الرز المعمر باللحمه. المكونات عباره عن 2 كوب رز، نص كيلو لحمه، 2 كوبايه من الحليب، كوبايه كريمه الطهي، 150 جرام زبدة، معانا كمان حوالي 50 جرام قشطة، معايا ملح، معايا فلفل، معايا زيت. وهو سهل جدا، هيعجبكم ان شاء الله. اللحمة بقى معمول فيها ايه؟ انا شوحت اللحمة عشان وقت البرنامج، انا بس شوحتها كده. مش معمولة ببصل او اي حاجة؟ لا لا لا، مشوحها بالزبدة والزيت عادي. قطعية جدا. قطعية معينة اللحمة؟ استيك. عشان ما تاخدش سوا، نضمن انه يستوي وتبقى رقائق كده. طيب هنبدأ دلوقتي. اول حاجه انا هعملها الرز مغسول، فانا هضيف عليه مش منقوع الرز. انت قلتي الرز لا مش منقوع. انا ما بنقعوش. هنحط الفلفل. تمام. وهنحط معلقه ملح كبيره. تمام. ومعلقه فلفل صغيره. وهنحط الزيت. زيت زيت وزبده. ليه الزيت بقى هنا؟ الزيت عشان يفرفر الرز، ما يبقاش معجن، يبقى يعني كده ايه، ما يبقاش ملزق في بعض. هنقلبهم ببعض. في بيحطوا كمان شويه ميه؟ لا انا مش بحط ميه، هما دولت مع بعض كده، زيت وملح وفلفل. عاملينه دسم النهارده، في كريمه قوي قوي، هيعجبكم ان شاء الله. هناخد نص الكميه بالظبط، هنحطها في الطاجن. تمام. كله هيشتغل في الفرن، ما بنعملش اي حاجه على البوتاجاز. لا لا، كله في الفرن. انا بقى مش من الناس، مش انصار الناس اللي بيقولوا يغلوا اللبن وينقعوا الرز والكلام من ده، لا انا هو كده، انا فلاحه، فده انا متعوده عليه. هنعملها بقطع كبيره كده ولا ممكن نقطعها مثلا؟ لا هو هي هتدوب في السوا. اوكي. هنرص اللحمه. تمام تمام. هنبدا نحط باقي الرز. انا المساعد بتاع حضرتك النهارده اللي انت عايزاه تقولي لي وانا اعمله. شرفني شيف دينا، يا نهار ابيض. الله يخليك، شرف ليا كبير. لا لا، انت اللي مشرفانا ومنورانا والله. تسلمي. بس وهنحط الرز. تمام. بعد كده هنحط اللبن.
بس بقى في حاجه، اللبن بيبقى سخن ولا لا؟ لا لا لا، انا بقوله لسه بقول اهو، انا مش من الناس اللي تقول تنقع الرز وتحط اللبن سخن والكلام ده. تمام. انا بس اللي انا هعمله ان انا هاجي في من الجنب هنا كده وهنزل باللبن، علشان لو انا حطيته في النص اللحمه هتطلع في اللي فوق. تمام. شايفين شايفين الفكره دي؟ خلي بالكوا دي تركات وحركات يا جماعه، هي دي الخبره. هي دي. انا هحط كمان كريمه الطهي على الوش بقى. ما بقلبش، ما بعملش اي حاجه. ده كريمه الطهي. وهحط كمان القشطه، القشطه على الوش. انا ممكن اكله ني كده خلاص. يعني حبه القشطه والكريمه قطع صغيره كده، هنوزعها. حلوه قوي. قطع صغيره وعلى الفرن على طول. طب هم الابطال الرياضيين بياكلوا القشطه والكريمه والحاجات دي؟ ما هم محتاجين للطاقه، لان هم بيبذلوا مجهود اعلى. يعني نديهم طاقه عشان هم هيعملوا. طبعا هم بيبذلوا مجهود. طب بالنسبه بقى للزبده، لا بعد ما بيتشرب، بعد ما بيتشرب وهناخد الطاجن. واخدين بالكم؟ حطينا اللبن من على جنب، وبعدين حطينا والزبده قالت لما يتشرب شويه هنطلعه ونضيفها. صح كده؟ طيب خليني انا اضيفه بقى على الفرن، وقولي لهم بقى هنحطه قد ايه ونار قد ايه. هو بياخد وقت ساعة، يعني ساعة بالظبط كده. ساعة على نار قد ايه؟ على 180. نار فوق وتحت؟ لا، نار تحت بس، يعني مش عشان يعمل وش مثلا معانا او حاجة. اوكي، اضرب الفرن بتاعك. طب نقول لهم تاني برضو احنا عملنا ايه سريعا كده؟ احنا طبعا بنشوح اللحمه، بندي للحمه صدمه، بنحط عليها الاول ملح وفلفل وليمون وبنشوحها، بنعمل لها صدمه على النار مع نص كوبايه ميه. بعد ما بنعمل لها الصدمه بنضيف ليها نص كوبايه ميه، بندخلها في سوى اكيد. وبعد كده غسلنا الرز وحطينا عليه ملح وفلفل وزيت وقلبناهم ببعض كويس. الزيت عشان يبقى مفرفر كده، ما يبقاش ملزق يا جماعه مع بعض. خدنا نص كميه الرز حطيناها في الارضيه، ورصينا اللحمه، وحطينا الباقي بقيه الرز، ونزلنا بكوبايتين اللبن واحده ورا الثانيه من الجنب كده، ما نحطش في النص، لان لو حطيناها في النص اللحمه هتطلع على الوش. وضفنا بعد كده كريمه الطهي وفوقها القشطه. جميل جدا. طيب عايزين بسرعه كده، يعني قبل ما نطلع بقى لفاصل ونبتدي في الاكله الثانيه بتاعتنا، تقولي لنا كده يعني استاذه فاتن او ماما فاتن، ايه الدور؟ اكيد انت قمتي بدور كبير. بالاختصار كده ممكن نبص بقى للكاميرا ونقول لهم يعني نعمل ايه؟ احنا بنحتاج جدا، وان احنا رايحين نودي التمرين وجايين نودي التمرين وهودي تمرين ولا كده. ما هو انا عشان اخلي ابني بطل رياضي وعايزاه يبقى متفوق في الدراسه، فانا لازم اوفق ما بين الرياضه وما بين الدراسه. يعني الامر مش صعب. انا كنت قادره اعمل كده. اكيد طبعا. باباهم كان ليه دور؟ باباهم كرياضي، الرياضيين دايما بيسافروا بره ودايما في معسكرات ومش فاضيين، فيعني كان الدور الاكبر ليا. يعني طب ايه يعني برضو؟ لا يعني اكيد ممكن تدينا خريطه كده صغننه، البناتيت اللي لسه طالعين واللي بيقولوا احنا تعبانين ومش عارفه اودي دروس ولا اودي تمرين. يعني انا يوم ما ابني اخذ الحزام البني فقلت انا ام البطل، فطلعت انا ولا ام بطل. يعني محتاجين اكتر. وفي السباحه البنت تفضلي ماما انا بقيت في الزعانف. طب يعني انا بحاول، انا كنت بحاول ان هم طبعا بيروحوا المدرسه الصبح، انا الفتره اللي هم بينزلوا فيها المدرسه انا كنت بخلص بيتي واخلص شغل بيتي وبعمل اكلي، وهم اول ما يجي يوصلوا البيت بكون انا مشطبه كل حاجه، باخدهم باكلهم طبعا، وباخدهم وبطلع بيهم على النادي. بكون محددة ميعاد لو في دروس لما كبروا، لو في دروس طبعا كنت بوفق ما بين الدروس، مواعيد الدروس والتمارين. وبعدين يا جماعة أنا بالترتيب، يعني تنظيم وترتيب. الدنيا بتمشي تماما. هنكمل كلامنا مع بعض، بس تعالي هنعمل الحلو عشان نحطه قبل ما نطلع الفاصل. تعالي نعمل، يلا هنحط اللبن على النار، صح كده؟ احط لك اللبن وتقولي لنا المقادير. هنقول الاول اتفضلي قولي لنا انت المقادير وانا هحط لك اللبن على النار. صح كده؟ يلا. لا هنكلمهم هنا. هنا؟ حاضر. أوكي. احنا هناخد لتر لبن. تمام. هنعمل، لا هنقول الاول احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حلو البايركس، وده بيبقى بارد، عباره عن طبقات، ثلاث طبقات. الطبقه الاولى هي بسكوت
اللي هو بتاع اللي ممكن نشاور عليها احنا بسكوت السافيار عادي جدا اللي احنا بنعمل بيه الترمسيو. ممكن عادي جدا ان انا اعمل البسكوت العادي بتاعنا الساده، بس انا لو عملته الساده هعمله طبقات. تمام، نقول المقادير وبعدين نتكلم بقى عليه. المقادير اللي هو بيبقى عباره عن باكو بسكوت السافيار، معايا نشا، معايا دقيق، معايا سكر، معايا شوكولاته، معايا كاكاو، معايا قهوه سريعه الذوبان، معايا شوكولاته، معايا فرماسيلا، معايا فانيليا، معايا كريم شانتيه. هيبان لكم دلوقتي يا جماعه هو حاجه حلوه جدا، هنطلعها وهتشوفوها كده، بس الاول هنبتدي نعمل بقى. انا حطيت لك اللبن على النار. احنا الاول من قبل ما بنحطه على النار احنا بناخده بنقلب فيه، يعني مش ما بنقلب فيه كل المقادير بتاعته على البارد الاول، وبعدين بنرفعه على النار. هنعمل طبقه الشوكولاته لوحدها وطبقه دي لوحدها. تمام اوكي. فاحنا عايزه النشا. طيب ثواني كده اهو. يلا الطبقه الاولى اللي هي هتبقى عباره عن لتر لبن هنضيفها. طيب معلش، طيب قبل ما نضيف هنقول المقادير عشان هنطلع الفصل تاني. مش عايزينها تاني؟ طيب خلاص هنطلع فاصل ونرجع مع بعض بسرعه نكمل حلقه الطبقات بتاعتنا الجميله. فاصل ومنتظرك. ورجعنا هنعمل حلوى البايركس الطبقات بسكوت السافويار، وهنعمل زي مهلبيه كريمه ومهلبيه شوكولاته. صح كده؟ بس طبعا الشكل والتست بيختلف تماما. طيب احنا علشان وقتنا عملنا ايه؟ حطينا اللبن عشان تبقوا عارفين، وهندوب النشا طبعا بندوبها على البارد. خلاص؟ يلا بينا هنحط بقى. احنا قلنا عايزين 2 كوب حليب بارد ومعاهم البسكوت السافويار ده هنحط فيه البسكوت. هنسقيه او نحط. طيب احنا عايزين علشان نعمل الكريمه صح كده؟ هنضيف الطبقه الاولى لتر حليب، 3/4 كوبايه سكر. ممكن نحط السكر هنا على الحليب، هنحط نصه بقى لان احنا حاطين نص الكميه. هنحط وبعدين السكر ده تقريبا حسب يعني حسب ذوق كل واحد. طيب حطينا 3 معالق سكر. 3 معالق سكر. هنحط معلقتين نشا. هنحط معلقتين نشا. ماشي، خليهم نص كمان علشان كمية اللبن هنا. وهنحط دقيق صح كده؟ وهنحط 3 معالق. دي بيعمل ايه بقى مع النشا؟ هما بيعملوا ترابط. بقى 3 معلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة نشا. خليهم بس كفاية 2 دقيق عشان الكمية، عشان دينا بتقول كده، علشان احنا الطن هنا نص الكميه. نص الكميه صغير. هندوقهم. لكن الكميه اللي احنا بنقولها هتعمل بايركس كبير زي ما انتوا هتشوفوه اللي احنا مجهزينه طبعا معانا قبل الهوا، لكن احنا عشان هنعمل نص الكميه فاحنا هناخد نص المقادير. خلاص كده؟ يبقى احنا حطينا هنا السكر، هنحط فانيليا. هنحط فانيليا في الاخر. هنحط فانيليا في الاخر. يبقى احنا دوبنا النشا والدقيق على البارد وهنحط النشا. يلا في احفاد بقى. طبعا احنا بقى يعني مكملين في المطبخ عشان الاحفاد ولا برضو عشان الاولاد؟ الاولاد والاحفاد وعز الولد وكده. وعز الولد. طبعا ليهم اطباق وحاجات معينه بيطلبوها منك. طبعا. زي ايه بقى؟ مكرونه بالبشاميل، محشي، والبيتزا. والبيتزا اهم حاجه. هنضيف طبعا بعد ما دوبناها هنضيفها. تمام، ونقلب ونقلب. اوكي. طيب هنعمل الطبقة التانية كمان؟ هنعمل الطبقة التانية عشان وقت البرنامج طبعا. بالظبط كده. وهما بيستووا معانا على النار حضرتك بقى هتعملي لنا البسكوت. طيب تمام. طيب أنا عارفة بقى إن كابتن مصطفى يد وكابتن أحمد يد. طب كابتن محمد بقى؟ يد مدرب فريق 20 سنة بنات في كله النادي. كله يد، يبقى اتأثروا بشخصية باباهم. طبعا. طب ما حدش حاول يعني ان هو يطلع حاجه تانية كده ولا كده وانتوا اصلا؟ ما ينفعش. ما ينفعش، شايفين؟ هي دي الصرامه بقى. ما ينفعش، لازم يكونوا نفس بابا. بس هم حبوا الموضوع اكيد. لو انتوا حسيتوا ان هم مثلا حد مش غاوي قوي وعايز يغير مثلا. لا، هم اللي حبوه. لا طبعا، هم اللي حبوا. هم واخدين باباهم قدوه ليهم، وهم اللي حبوه. وهم اللي كانوا يعني بيسعوا، هم عمر 5 سنين هم اللي بيروحوا وعايزين وكده. طب في بنوته بقى كمان. ونيره. نيرة. طبعا. نيره تحيه، بنديها تحيه من هنا من مطبخ لايف طبعا. طيب هي نيره برضو رياضيه ولا هي اعلاميه فقط؟ لا لا، نيره لعيبه هاند بول، كابتن نادي الزمالك. كابتن نادي الزمالك. طب حضرتك اكيد منتخب مصر. اكيد حضرتك لعبتي. لعبت فولي. لعبتي. غيرت. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ انا كنت من الاول يعني من قبل ما اتجوز كنت بلعب فولي في المدرسه. ما اصروش عليكي بقى تغيري الكارير بتاع اللعبه؟ لا 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 لا. ما شاء الله.
طيب انا دوبت دي خلاص ومحتاجين دي كمان سخنت معانا. ده حطينا هي نفس المقدار يا جماعه برضو الحليب مع النشا والدقيق. طب احنا مثلا هل الكاكاو مثلا ما نخليناش نستغنى عن الدقيق في الموضوع؟ هما اللي بيعملوا الربط، النشا والدقيق هما اللي بيعملوا الربط. تمام اوكي. احنا لسه ما حطيناش الدقيق والنشا. تمام. اهم حاجه التظبيط زي ما بقول لكم، وكل حاجه المكونات تبقى قدامنا تبقى كل حاجه مظبوطه. عايزه شكلها عايزه بوله اكبر صح؟ في بوله اكبر هنا اهي عشان نعرف نقلب فيها المكونات كويس. اوكي بالظبط كده. ممكن اخد ده، ممكن اخد شويه خديهم وانا اجيب لبن تاني ليكوا هناك بقى معاها. هم احنا بنعمل الحاجات دي عشان هي اللي بتاخد وقت اكتر، فاحنا بدانا نعملها الاول هنجهزها ونبتدي نشتغل. قبل ما نجهز البسكوت اللي هي الطبقه الاولى قلنا نعمل الطبقتين التانيين عشان بياخدوا وقت اكتر في الشغل على النار كده. هو احنا ضفنا دي ولا دي؟ انا نسيت. لا دي هنا بقى، دي الشوكليت، دي الفانيليا ودي الشوكليت. القهوه سريعه الذوبان هنضيفها فين؟ هنضيفها هنا بس في الاخر. والكريم شانتي هنضيفه برضو على الاثنين ولا على الكريمه؟ لا على الكريم. على دي على الكريم. كل لون حسب اللون بتاعه. بس انا هستأذنك انت هتقلبي بقى اقلب. احنا حطيناش سكر هنا. هنحط معلقتين. معلقتين سكر انا هحطهم. يلا هنعمل ايه بقى تاني؟ احنا جهزنا خلاص الكريمه وجهزنا الكريمه البيضة والكريمه الشوكولاته. انا هبدا بقى انا اسقسق البسكوت واحطه في هرصه في الصينيه. البسكوت المفروض ان انا مش بسيبه يا جماعه، مش بسيبه يعني مش بغرقه كده واسيبه، لو سبته كده هيبقى يبوش ومش هيبقى حلو. انا مجرد بس بحطه كده وبطلعه، انا ما لبستش جوانتي، انا بحطه كده وبخرجه كده بس، انا ما بعملش غير كده. بس انا شغاله بايدي الاثنين. طبعا لازم نعمل طبقه وندخلها تبرد خالص. نحط الطبقه البيضه الاول وبنسيبها تبرد شويه وبعدين بنحط عليها الطبقه البني. احنا مش هناخد وقت في البتاع ده، يا دوب بننزله في الميه في اللبن. لان هو ما بياخدش وقت خالص. حقيقي. ممكن نعملها باي نوع بسكوت تاني؟ مش ممكن العادي بس هيبقى طبقات. والبسكوت مثلا ممكن نعمل طبقات من البسكوت وبينه وبينه كريم. بسكوت ونحط بينها الكريمه البيضه. حلوه برضو الفكره دي. عادي تنفع في رمضان برضو. حلوه طحفة. قوي تحفه، حاجه ده يعني ممكن هي جنب سلطه مثلا، يبقى ده السحور بتاعنا. يعني لما ناكل طحفة. حاجه حلوه كده وفيها لبن وفيها بسكوت فيها نبعد شويه عن الحلويات او شوكولاته. لا دي مش خفيفه خالص. يعني اعتقد برضو اخف شويه من الحلويات الشرقيه. يعني خلاص اللبن. تمام اوكي. يعني اخف من الحلويات الشرقيه شويه. والله طيب هنحط النسكافيه دلوقتي. هنحط القهوه سريعه الذوبان. كلها ولا حبه؟ لا لا هنحطها. بس كده. ممكن نحط كمان واحنا بنعمل البسكوت نحط شويه برضو من القهوه سريعه الذوبان في البسكوت مع اللبن. هي أذواق بقى، الكيست شويه هي أذواق. هي بس عشان تعمل الطبقات يبقى شكلها واضح كده، الابيض لوحده والبني لوحده. طيب هنحط هنا في الاخر هنا مش هنا الكاكاو. هنا الكاكاو مع القهوه سريعه الذوبان، هنا النشا والدقيق معاهم بودره الكريمه صح كده؟ معاهم بودره الكريمه والسكر زي المهلبيه، مهلبيه كريمه ومهلبيه شوكولاته. يا جماعه قولي لي عايزه ايه وانا اجيب لك. هجيب اهو شويه لبن. طب عندي سؤال بقى من متابعه لينا وصديقه ليا، يعني بتقول بقى هل تربيه الابطال مختلفه عن التربيه العاديه؟ يعني بيبقى فيه يعني مجهود اكتر، محتاجه حرص اكتر؟ لا هو احنا نبقى اصدقاء، بس ان احنا نبقى اصدقاء مع بعض، بنتعامل مع بعض على اننا اصحاب واصدقاء، بنتكلم مع بعض في كل حاجه، ما بنخبيش عن بعض حاجه. كان بيجوا يزهقوا عايزين يغيروا بطريقتي، ان انا بتكلم بالراحه، مش بتنرفز مش بتعصب، لا بنتكلم مع بعض بالراحه. تمام. شايفين يا جماعه الامر يعني
واحدة واحدة والله. يلا ابتدت تمسك معايا اهي. انا هحط هنا بودرة الكريمة. كده لو حسيتوا انها تقلت شوية ممكن نخففها بشوية لبن، بس هي محتاجينها. لا عادي. شوف اللي في الفرن. اوكي. لا ما تستعجليش، ما تخافيش اللي في الفرن. محتاجة احط الصينية. ما تخافيش على اللي في الفرن. انت محتاجة صينية. انا بضيف الكريمة دي، انا نسيت احطها في الاول. انا كنت المفروض ان انا احطها على البارد مع الحاجات على البارد، لكن انا دلوقتي دوبتها في شوية لبن وبضيفها. احنا عشان وقتنا فدي من ضمن الحاجات اللي لازم نكسب فيها وقت، واللبن في البرنامج اللبن يسخن وندوب دي على البارد كده ونحطها عليه. لكن انت طبعا ممكن احنا في البيت غير في الفانيليا. على دي بس. طبعا احنا حاطين هنا القهوة سريعة الذوبان، هتدي التست مكان الفانيليا. شوكليت كمان، يعني بصوا مش حرماكم من حاجة. خلاص احنا مش محتاجين النشا والدقيق. لا نشيلهم كده. دي بقى للجرنش صح كده. الزبده دي بقى احنا اكيد لسه هنحطها برضو. انا مبسوطه جدا والله ان انا يعني انا بتعلم برضو على فكره وبستفاد، يعني تكوني فاكره انا بحاول اطلع منك كل الخلاصه. انا كمان منك اكيد، وانا بحاول اطلع الخلاصه عشان ايه. انا كمان والله. انا المفروض ان انا هنا لما بقفل على، انا هقفل خلاص، هنطفي. انا بضيف هنا حوالي يعني 50 جرام هنا زبده. تمام. مع الشوكولات اخر حاجه بتتحط في هنا الاخر خالص. وهنا برضو كمان نفس الكلام 50 جرام، يعني حاجه ديناميت. شيلها من على النار. خلاص شايفين التقل ده كده مظبوط. بس فكرتك صح، اللي هي ان احنا عملنا الاثنين مع بعض في وقت واحد. بالظبط. تكون دي بردت كمان عشان وقت البرنامج. فكرتك صح، وده من ضمن التنظيم بتاع المطبخ. دايما ست البيت بتدخل تقول لك ايه دي دخلت ساعه خلصت والتانية قاعده خمس ست ساعات في المطبخ. هي الحاجات دي اللي بتفرق شويه في تظبيط الوقت وايه قبل ايه وايه مع ايه. ده دايما بقول لكم عليه. هتكون دي بردت خالص. هنفضي بقى دي. طيب حاضر. بنعمل طبق. تمام. اوكي. هنستنى طبعا عليها خلاص لما تبرد، لان ما ينفعش احنا ممكن انا لو ضفت عليها الشوكليت دلوقتي هيقوموا مختلطين ببعض وهيدوني الوان. نستنى مفيش مشكله. فانا عايزه طبقات، البسكوت لوحده والابيض لوحده والبني لوحده. طب احنا ممكن نطلع على فكره الجاهز عشان يشوفوا بس شكلها معانا. نطلع بقى انا هطلعها لكم. خلاص هم عرفوا الفكرة. يعني عرفنا الفكرة. اهي. كنت جايبه لك كرنش وجوز هند للتزويق. ممكن نحط فاكهة مثلا حسب الذوق. يعني اللي حلو ممكن نحط فاكهة. ممكن لازم نحط نستنى ادخلها التلاجة ولا نحط شوكولاتة مبشورة. كل واحد حسب ذوقه. نسيبها بره ولا ممكن ندخلها؟ ندخلها التلاجة تبرد شوية. أوكي. علشان نبدأ. دخلها تمسك معانا عشان تشوفوا نعمل لهم كل حاجة على الهوا. حابة أعمل إيه؟ ثواني. بس كده. لسه الفرن الريحه طالعه، الكريمه والقشطه. مش عايزه اقول لكم حضرتك هتزوقي بقى حاجه. اهو شايفين يا جماعه طبقه البسكوت وطبقه الكريمه البيضة وطبقه الشوكولاته. ايه اللي على الوش بقى؟ هي فكره شوكولاته انا بشراها، بس انت عندك فكره انا هضيفها. اقتنعت بيها. انت شيف. انت شيف متمرس. لا والله هي افكار متبادله يا جماعه. لازم هضيفها. انت قلتي لي الفكره وجبتي لي الجوز هند من عندك. دي من عندي فانا هضيفها اهي. كنت
بتقولي لي برضه اعملها بالطول وبالعرض. يعني ممكن برضه نعملها اشكال كده، انت عارفه العين بتاكل قبل البق، يعني نحب نشكل. تسلم. شايفين هو ده الشكل، وهنعمل لكم برضه الطبق الثاني معانا. نخش في طبق السلطه يا جماعه ولا لسه ولا ايه؟ طيب اوكي هنطلع لفاصل، هنطلع لفاصل صغير خالص علشان نرجع نعمل السلطه ونكمل حلقتنا مع ام الابطال الشيف فاتن. يلا. وبعد الفاصل ما عملناش اي حاجه، بس احنا شيكنا كده على اللي في الفرن، هنحط له دلوقتي الزبده. صح كده؟ طيب الزبده فين اهي؟ زبدتنا اهي. شوكه بقى، يلا. الريحه يا جماعه مش قادره اقول لكم. يلا. بس كفايه هاتي بس اوزعها. يلا شايفين ابتدى يعمل وش جميل، والريحه القشطه طبعا والزبده كده، بس كده. ونسيبه يكمل بقى براحته، واحنا معانا طاجن تاني طبعا مجهزينه، بس مش هنكشف عليه دلوقتي، خلاص هنعمله مفاجاه. يلا قولي لنا بقى مقادير السلطه، شاوري عليها كده وقولي لنا مكوناتها ايه. ايه رايك؟ قطع بقدونس، بصل اخضر، خيار، فلفل الوان، فلفل اخضر، بنجر، فجل افرنجي، تفاح، والدريسنج بقى زيت زيتون وخل التفاح وكمون وملح. السلطه دي بقى يعني انت حضرتك مختاراها عشان تبقى جنب الطاجن. هو الرز الطاجن ده يعني بيتاكل معاه هو في هو الرز وفي اللحوم، يعني في البروتين وفي النشويات. وبيتاكل معاه سلطه الخضره، بيتاكل بقى معاه بطاطس محمره، بطاطس الجاهزه كده يعني. والله هو كفايه قوي كده. كفايه. هو كفايه قوي كده. مع الحلو خلاص تمام كده زي الفل. هبدا بقى اشتغل. هنقطعها بطريقه معينه. طيب قولي لنا بقى، يعني في حد عمل لنا مشكله مع الجمهور من قريب كده. الكابتن احمد في اعتزاله. ان هو فكر ان هو يعتزل، والجمهور كله كان بيطالبه ان هو ما اعتزلش وتراجع. ليه بقى كان فكر؟ يعني عايزين نعرف ليه فكر وليه رجع. يعني هو فكر انه يعتزل لان هي مسؤوليه كبيره مش قليله. اكيد بس هو قدها. هي مسؤوليه كبيره مش قليله ابدا، بتاخد منه مجهود كبير جدا. فقال كفايه كده واركز مع نادي الزمالك. تدريب مثلا؟ لا لعب، لا بيلعب بس يعني ما يبقاش لاعب دولي. عالمي. اعتزل دوليا لكن ما يبقاش لاعب دولي. ورجع بقى تاني. طبعا. مين اللي اثر عليه؟ الجمهور ولا واتحاد اللعبه؟ الجمهور. شايفين تاثير الجمهور؟ الجمهور واتحاد اللعبه هم اللي اثروا عليه ان هو لازم يرجع عشان تاني. عشان كده لازم نبقى ايجابيين مع اللعيبه بتوعنا، والجمهور فعلا بيأثر يا جماعه، والمشاهدين برضو بيأثروا علينا. أنا في البيت سريعة جدا، سريعة جدا جدا. أيوة وحضرتك سريعة جدا برضو والله. لا هنا سريعة جدا. أنا في البيت سريعة جدا. عشان بنتكلم إحنا في البيت. بصوا يا جماعة عشان دي مشكلة. الستات البيوت بيقولوا إيه؟ الشيف بيطلع ساعة زمن يكون مخلص الأكل، يا جماعة بيبقى فيه تجهيزات وتحضيرات. طبعا. ببقى مرتبة للحلقة، أنتِ ممكن تبقي داخلة أصلاً لسه هتجيبي مش عارف إيه وإيه ناقص تبعتي تجيبيه، لو كل حاجة جهزتيها قدامك هتبقى سهلة جدا وهتشتغلي ساعة زمن زي ما احنا عملنا الحلو احنا عملناه. انا سريعة جدا في البيت. لا انا بالعكس، انا هنا بطيئة، انا في البيت سريعة عشان جدا. عشان احنا بنتكلم، انت في البيت ما بتتكلميش. ما بتشرحيش لحد. انا في البيت. هو انا بس دي التفاح بتعمل طعم خطير في السلطة. السوق عارفين السويت اند ساور. ايوه هو ده، بتعمل طعم حلو قوي. لا احنا ابتدينا مؤخرا على فكره، المطابخ بتاثر على بعضها دلوقتي، والمطابخ الاسيويه بيستخدموا دايما الفواكه. الفواكه في قلب السلطه وفي الخضار وفي الاكل. ممكن نستخدم فراوله، ممكن نستخدم الحاجات اللي هي مش مسكره قوي. حتى والله البطيخ بقى بيتعمل سلطه جبنه دلوقتي. يعني عادي جدا. يعني طيب حضرتك برضو حابه تضيفي ايه برضو؟ انا دايما بصي مطبخي هنا يعني طبعا امهاتنا واخواتنا الكبار خلاص دول يعني بناخد احنا منهم الخبره. احنا عايزين احنا ندي خبره بقى للبنات اللي لسه الصغيرين اللي مقبلين على الحياه. واكيد طبعا حضرتك جربتي ده بقى مع نيره، ولا هي خلاص خرجت من تحت عباءه ماما؟ لا نيره شاطره في المطبخ. طب وفي الحياه بقى وكده؟ وفي الحياه لسه بتستشير. هي اول ما اتجوزت طبعا هي كانت يعني نص نص، بعد كده بقينا كل يوم على التليفون مع بعض الصبح.
تقول لي ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي. بقت دلوقتي ما شاء الله عليها شاطره وعندها خبره كبيره جدا في المطبخ. طب عايزين ندي خبره بقى لاخوات نيره اللي معانا على الشاشه اللي هم لسه برضو عايزين يتعلموا ازاي يمشوا حياتهم ازاي باختصار كده، اللي هو يعني هي تعرف تمشي حياتها لو هي حابه حياتها وحابه بيتها وزوجها واولادها، هي تعرف تمشي حياتها بالطريقه اللي هي عايزاها. اي حاجه بالحب هتمشي والله يا جماعه، والتفاهم. طب التفاهم مع الاولاد برضو بقى بيبقى صعب، يعني مثلا هتتفاهم مع زوجها مع مامتها مع حماتها، لكن التفاهم مع الاولاد واختلاف الجيل. ما احنا قلنا ان احنا نصاحبهم ونتعامل معاهم على انهم ناس كبار مش اطفال، ما نستقلش بيهم وبافكارهم وبالكلام اللي بيقولوه، لا دايما احنا بنقعد نسمع لهم وننصت لهم كويس جدا ونقول لهم انتوا صح مش غلط، ولو اي بيقولوا حاجه غلط نقول له لا انت المفروض ده غلط. طب احنا برضو مطلوب مننا اكيد حاجه، مطلوب مننا ان احنا نواكبهم، يعني نواكب العصر، نبقى زي ما انا شايفه حضرتك كده ام عصريه صح كده وتيتا عصريه. سلامي سلامي. مش لازم ان انا اعيش الدور بتاع خلاص انا كبرت، ومليش في الحاجات دي. لا ليه، لازم ننزل لمستواهم ونشوف هما بيفكروا ازاي، بيقروا ايه، بيتفرجوا على ايه، نلعب ببجي معاهم عادي شويه وبعدين نرجع تاني مفيش مشكله. ننزل معاهم نلعب في التمرين. انا كنت لسه بسال شيف فاتن دلوقتي انت بتلعبي ايه، قالت لي فولي غير الهاند بول. طب هل مثلا ما اثروش عليكي او انت اثرتي؟ لا عادي، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه شخصيته، بس مفيش مانع ان انا بحب الهاند بول او احب الفولي بول، يعني مفيش مشكله. وهم كمان ليهم شخصيتهم، انا ما اثرتش عليهم، يعني هم كل واحد حابب حاجه هو بيعملها. لكن بالنسبه للهاند بول لا. طب بالنسبه للمطبخ بقى، يعني اكيد ست بيت واكيد ام فاكيد بتعرفي تطبخي، بس ايه بقى اللي طور الموضوع عند حضرتك كده؟ يعني بحب يعني استطلع على كل حاجه جديده، مش واقفه عند حته معينه. تمام صح. دايما 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 انا بشوف الجديد، يعني انا ماسكه الموبايل. لا يا جماعه انا ده اللي انا اتعلمته وده اللي اتعودته، فما تحاولوش. لا لا لا, لا انا وانا ماسكه الموبايل انا ولا بتفرج على حاجه، يعني كل تركيزي بتفرج على فيديوهات مطبخ. ايوه، مش واقفه على عند حته معينه وبقول انا وصلت الحته المعينه، لا 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 ولا اي حاجه. بعتبر نفسي لسه ببدا من جديد في المطبخ. يعني اكيد المطبخ كل يوم فيه جديد. وثقافات مختلفة. يعني الثقافات كمان يا جماعة لازم نتعود على فكرة ان احنا نتعلم، لان الولاد عايزين دايما كل يوم جديد، وخصوصا كمان لما يبقى فيه احفاد كمان. يا دينا انا بحب اجرب. اكيد طبعا ما بخافش. طب الموضوع اتطور من ان احنا نجرب بس ولا في دراسة؟ لا كل طبعا باخد كورسات، خدت كورسات. شايفين شايفين. لا يعني لا ما وقفناش وقلنا خلاص انا بقى كبرت وبقيت مش تيتا بس كده. فما ينفعش بقى ان انا، لا يا جماعه لا، ده انا داخله مسابقات، ده انا بدخل مسابقات. هنشجع بقى قريب ان شاء الله. دخلت مسابقات ودخلت مع شيفات كبار، ما خفتش بالعكس. انا خايف نخاف ليه طالما ما احنا قلنا طالما حاجه حابينها، يعني ما خفتش ودخلت بقلب جامد وقلت انا جايه اقضي يوم فري واتعرف على الحاجات الجديده واكلات جديده من ناس محترفه. وتسمعي اراء برضو مختلفه. على فكره كانوا كلهم طبعا يعني ثلاث ارباعهم شفات محترفين اغنياء عن التعريف طبعا، وكلهم اساتذتنا وتحيه مننا ليهم طبعا. طبعا. بس انا حابه اضيف حاجه. هي فكره ان انا كمان مش لازم لما ادخل مسابقه يا جماعه، عشان بيحصل يعني احنا من الخبره يعني اللي احنا خدناها، كل اللي داخل مسابقه عايز يفوز. فكره انا مش لازم افوز. انا يكفي ان انا خدت التجربه. عرفت ايه اخطائي، عرفت ايه المميزات اللي اقدر اشتغل لا عليها. لا انا بروح المسابقه يا دينا فرحانه، سعيده جدا، هنقابل ناس وهنشوف ناس جديده واصحاب جداد. سعيده جدا بالشفاء. انا بروح اقضي وقت صراحه. ما انا كده يعني، انا خدت نيره معايا ودتني ورحت مسابقة، دخلت عادي جدا وقعدت عادي جدا ولا أي حاجة خالص. اتفاجئت إن أنا بيقولولي إن أنا واخدة مركز. بصوا الطبقة مسكت معانا عشان احنا عاملينها، عايزين نقول لهم الطبقة الأخيرة. عايزين نقول لهم على مقادير السلطة برضو تاني واحنا شغالين كده، والدريسنج طيب. بقى كمان بتاعها طيب. هي السلطة كل واحد حسب ما هو عايز، هو الموضوع الابتكار كله في الألوان الجميلة دي اللي بتخطف العين. بس يعني كل واحد حسب اللي عنده فردين غير ثلاثة غير عائلة كبيرة، فكل واحد مش حسب. متأيدين لا 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 مش متأيدين بحاجة معينة. وانت بتعملي حاجات نعم. الألوان هي اللي بتخطف العين نعم. زي ما انت بتقولي يا دينا العين بتاكل قبل. اوكي يا فندم.
اكون انا بقى حطيت، شايفين اهو انا هحط الطبقه بالراحه عشان ما تخترقش مع الطبقه الثانيه. هنكمل بقيه تقطيع السلطه، هنطلع فاصل صغنون صغنون خالص، اقعدوا في اي حته مستنيين. شفتوا قلت لكم فاصل صغنن خالص، ما تاخرتش عليكم اهو، وانا لسه بحط الطبقه والشيف فاتن خلصت الطبق السلطه. هنظبط بقى مكاننا، فاضل الدريسنج بتاعها صح كده؟ هنعمل الدريسنج بقى، هنحط بنعمل طبقه قد الطبقه اللي تحت ولا مجرد بس كده ايه؟ لا هي قدها او حسب الطاجن بقى، الطاجن البايركس ما ياخد. بس كده يا جماعه شايفين، معلش اعذرونا يا جماعه، الحلو ده بياخد وقت، مش بيتحط ورا بعض ورا بعض واحنا عاملين. بس ما خدش وقت والله، ما احنا عملناه معاكوا اهو، ما فيش يعني ساعه زمن تكوني عاملاه وخلاص. الدريسنج بقى بتاع السلطه عشان عايزين نتكلم في كلام مهم جدا بقى. طيب يلا شايفين، هنحط زيت زيتون كده، هنحط خل التفاح، وهنحط خل تفاح خل ابيض براحتكم خالص، بس خل التفاح بيدي تيست ومزازه كده حلوه قوي، باننا حاطين في السلطه تفاح بيدي تيست ومزازه حلوه. خلاص كده. طيب احنا اتكلمنا على اتكلمنا ده الملح، اتكلمنا على طبعا كابتن مصطفى الكبير طبعا واساس المجموعه كلها، واتكلمنا على كابتن احمد وكابتن محمد وكابتن نيره كمان. طب هل في كباتن بقى في الاحفاد؟ فريده دي تبع مين بقى؟ تبع احمد الاحمر. فريده احمد، ما شاء الله، دي دي بطله جمباز ما شاء الله. طب قال لها ليه خرجت بره ولا لسه؟ عشان صغيره، عشان لسه صغيره. فريده ممكن بطله، ممكن تغير ان شاء الله. ان شاء الله فريده شايفين؟ بطله في الجمباز. الرياضه ما بتاخرش عن الدراسه. لا والله هي مجهود، ما هي برضو مامة فريده سمر عامله مجهود عالي جدا جدا معاها. ما بين التمرين وما بين المدرسه، والمدرسه انترناشونال، هي عامله مجهود غير طبيعي معاها وبتوديها، والتمرين بتاعها بالثلاث ساعات وبالاربع ساعات ده مجهود عالي جدا. نفس الكلام نيرة، مش حكاية رياضة بس، عند نيرة ولادها الاثنين عليا وزين بيلعبوا هاندبول في نادي الطيران. طب نيرة قدرت تسيطر عليهم. بيلعبوا الاثنين هاندبول، مش بس كده بيلعبوا هاندبول الاثنين، واحد بيعزف بيانو، بتديهم كورسات، واحد بيعزف بيانو. تعدد مواهب. وعليا فنانة كبيرة جدا جدا في الرسم. ممكن نقلب السلطة. عليا، انا عندي عليا برضه والله، ربنا يخلي. عليا موهبه ما شاء الله غير طبيعيه في الرسم. وكمان نيره بتنمي الحاجات دي فيهم، يعني بياخدوا كورسات بيانو وارت. تمام، وكويسين جدا. اما ولاد محمد صغننين لسه، 3 سنين و4 سنين، ان شاء الله يبقوا ابطال برضه، ان شاء الله يبقوا ابطال. لا وعندي مصطفى ابن محمد ده بقى يعني زملكاوي مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي ما شاء الله. شايفين يا جماعه، ما فيش حاجه بتاخر، كل حاجه ندي كل حاجه وقتها، وكل حاجه بتاخد برضو مجهود مننا، بس بالترتيب والتنظيم هنلاقي نتيجه في النهايه، زي النتيجه اللي احنا شايفينها كده معانا مع ام الابطال وعيله الاحمر والزمالك طبعا. يعني فتحيه مننا كمان لكابتن مصطفى الاحمر، رب الاسره بقى، اللي هو فعلا يعني مع شيف فاتن عاملين لنا كده جو جميل، واحنا كمان مبسوطين جدا معاه النهارده. انا كمان سعيده جدا. خلصنا على فكره، خلصنا المنيو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم وتنفيذه سهل مش بياخد وقت. طيب حاضر، والله حاضر. هما عايزين يشوفوا الطاجن. انا هعمل حجرنش بقى. انا حابه احط ايه الحلو هنا، خلي الحلو هنا. احنا عملنا ايه بقى نقول كده على طول؟ يعني بصوا الحلو بتاعنا كمان اللي احنا عملناه على الهوا طلع اهو يا جماعه. خلاص. طب احط التاتش بتاعي بقى. يلا التاتش بتاعك، انت زحمه الفكره. احط التاتش بتاعي كده. اوكي يا فندم، اوكي. شايفين طلع معانا، محتاج طبعا يقعد ساعتين على الاقل في التلاجة. في التلاجة. لازم بيتقدم بارد عشان لازم يبقى بارد. طب ممكن تقدم لنا بقى الطاجن بتاعنا؟ عايزه اجيب طبق نحطه تحته برضو ولا ايه؟ اهو كده الطاجن الرز بتاعنا يا جماعه اهو. يلا نقول بقى بسرعه كده احنا عملنا ايه، وشايفين الطاجن. لا لا لازم لازم يعني لازم اعمل اي حاجه. عندنا اللي في الفرن لسه، لازم ولا اعمل لسه؟ حاجه نشوف. طبعا. لا وحطي في اللحمه، شوفي اللحمه. لا اللحمه هاكلها بعدين. طيب هو ده دلوقتي.
من غير يعني هو انا الملحوظه بس يا دينا اللي انا عايزه اقولها، من غير ولا نقع رز ولا مش عارفه نص ساعه يتنقع. انا صراحه دوت عشان اعرف يعني، انا دايما بنقعه، انا عن نفسي بنقعه. لا من غير النقع رز ولا اي حاجه خالص، انا بغسله على طول وبحطه. تعالوا نبص على اللي في الفرن برضه. واللي في الفرن اهو بيتعمل. ما اوكي انا بس لا لسه هو يعني ابتدى يبكبك كده ولسه بيتشرب. اوكي يلا عملنا حلى البايركس، نقول كده بسرعه كده احنا عملنا فيها ايه. هي عباره عن طبقات بسكوت السافوار او بسكوت ساده او بسكوت ساده، بس هيبقى طبقات وما بينه كريمه بيضه. وعملنا الكريمه الطبقه الثانيه اللي هي البيضه. لا الطبقه الثانيه الكريمه البيضه، وبتبقى عباره عن لبن ونشا ودقيق وسكر وكريمه باودر وفانيليا. والطبقه الثالثه بتبقى شوكولاته، وبتبقى الاول كاكاو ونشا ودقيق وقهوه سريعه الذوبان ولبن والسكر طبعا. والسكر وقهوه سريعه الذوبان. وفي الاخر مع الكريمه دي مع الطبقه دي ومع الطبقه دي، لما بنخلص بنحط حوالي 50 جرام زبده اذا كانت الطبقه البيضاء او الطبقه البني. بتدي دسامه كده وغناوه لل عملنا بقى السلطه بتاعتنا الخضراء اللي بالتفاح. بالتفاح والفجل الاحمر والفلفل الاخضر والفلفل الالوان، كل لون من دول بيدي فيتامين وبيدي قيمه غذائيه فظيعه كده. تحفه تحفه صراحه. والطبق الخطير بقى ده برام الرز، ده عباره عن الرز وبنحط له ملح وفلفل وزيت في الاول، بنغسله كويس وبنحط له ملح وفلفل وزيت وبنقلبهم ببعض، وبنحط ناخد نص الكميه نحطها في الطاجن تحت، وبعدين اللحمه اللي قلنا بنبقى مشوحينها وبنحط الطبقه الثانيه، وبنحط كوبايتين اللبن بس من الجنب كده، وبنحط الكريمه الطهي والقشطه، ولما بيتشرب بنحط له الزبده. شرفتينا ونورتينا في مطبخ لايف، والحلقه خلصت بسرعه ليك بسرعه. ميرسي ليكي، وانا كنت سعيده معانا النهارده، واتمنى تكوني معانا على طول باذن الله.